300 دينار ونصف وخمسة دنانير ومئة. يلزمني مبدئيا 300 إصبع لأبدأ الحساب. لنقرأ الرسالة. الشرطة. لم أفهم شيئا. مالي ولا صالح طالح. لا لا لا، هذا كثير جدا. ماذا قلت يا فلان؟ أنا فلان؟ أنا صاحب الشرطة يا صالح. عذرا عذرا، لقد نسيت اسمك. ماذا تريد؟ صالح، أنت متهم بتضليل رجال الشرطة في بحثهم عن الرجل الذي كان عندك هنا صباح. قلت لهم بأنه خرج من هنا واقتفوا أثره، وتبين لهم أن الآثار تدل على أن الرجل دخل البصرة ولم يغادرها كما زعمت أنت. كما زعمت أنت. أفهم شيء. أعد لي كلامك مرة ثانية. أعد. نعم. يا صاحب الشرطة، يا صاحب الشرطة، صالح رأى الرجل يخرج من هنا فأفاد الشرطة كما رأى، فما ذنبه؟ ولكنه ضلل الشرطة. ضلل الشرطة؟ هذه الجملة سمعتها قبل الآن، ولكن أين ضلل الشرطة؟ والله سمعت هذه الكلمة. الكتاب. من أين هذا الكتاب؟ وصلني من الرجل الذي بيترت له جواده صباحا ومعه 100 دينار. نعم نعم نعم، هكذا إذن يا صالح. يبدو أنك لست طالحا. لست طالحا؟ لست طالحا. قل هذا لأبي، قل له بأني صالح. صالح أبا صالح، ولدك يا أبا صالح ليس طالحا، بل أصلح مما نعتقده. إنه خطير. خطير؟ خذ واقرأ لأبي زيد الساروجي. هيا اقرأ. وبعد السلام عليك، أنا أشكرك جدا لمساعدتي وتضليل الشرطة عني. هذه هي تضليل الشرطة. ماذا؟ هات لأكمل. وهذه 100 دينار التي أرسلها لك، ما هي إلا جزء بسيط من المكافأة الكبرى التي أعدك بها. حالما أنجو من الشرطة نهائيا وأصبح آمنا، ستصلك المكافأة. لم يخطر ببالي أبدا عندما قلت لي فهمت جيدا ما أريد، بأنك ستجعل بيطرة جوادي معكوسة الوضع. أبا زيد، ماذا يقصد بمعكوسة الوضع هذه؟ معكوسة؟ هكذا
يسير عليها الحصان، أما أنت فوضعتها هكذا، أصبحت معكوسة الوضع. نعم أصبت يا أبا زيد. أكمل أكمل يا صاحب الشرطة. معكوسة الوضع مما ضلل رجال الشرطة، فقد رأيتهم يقتفون أثري ويسيرون باتجاه البصرة وليس بالاتجاه الصحيح الذي سلكته، فشكرا لك. صالح أنت فعلت هذا؟ ماذا فعلت؟ بيطرت حوافر جواد الرجل بطريقة معكوسة؟ لا أذكر. ستذكر هذا في السجن. السجن؟ لماذا؟ أتريدون أقفالا جديدة؟ نعم نريد أقفالا جديدة لنضعك خلفها وليس أمامها. هيا أخبط عليه. أبا زيد أبا زيد. يا, 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 يا صاحب الشرطة إنه لم يقصد. قل ما لديك للوالي وليس لي، فأنا لا أستطيع أن أسمع منك أي شيء. هيا أبا زيد أبا زيد. هيا لقد قبضوا. هيا أبي أبا زيد.